نظرا للمعاناة الشديدة لمواطني المناطق المستهدفة في الحصول على المياه لغرض الشرب والأغراض الأساسية الأخرى، وذلك لبعد المسافات بين مساكن المواطنين ومواقع الآبار، حيث تستغرق رحلات الحصول على الماء ساعات طويلة، مما يكبد المواطنين العناء الشديد بالذات للنساء والأطفال، مما يعرض هذه الشريحة لمختلف الأخطار، ويؤدي كذلك إلى تسرب الأطفال من المدارس. وللقضاء على كل هذه المعاناة بتمويل من منظمة Lutheran World Relief، قامت منظمة صناع النهضة بالتدخل ودعم المجتمعات المتأثرة بالصراعات للحصول على كميات كافية من المياه عن طريق بناء خزانات حصاد مياه الأمطار. المشروع عبارة عن إنشاء 108 سقاية لقرى كل من الكعبين وقرض، وتم إنشاء سقايات وإنهاء العمل لجميع المراحل خلال فترة زمنية شهرين. وكان هذا المشروع عبارة عن مشروع تحدي بالنسبة للمنطقة والمستفيدين، وكذلك بالنسبة للمنظمة، فبالتالي تم إكمال المشروع بالفترة المحددة والمنجزة والحمد لله، وهذا كان إنجاز كبير وعظيم. فشكرا منظمة LWR وشكرا منظمة صناع النهضة. وصاحب بناء خزانات مياه الأمطار توزيع فلاتر على الأهالي. منصور عدمان عبد الجديد، محافظة لحك، من درية القبيطة، من قرية الكعبين. أنا رنجسة أحمد من قرية السيف من قرية الكعبين. نعاني من كثير من المشاكل. أول حاجة المياه، كنا نروح لمسافات بعيدة. والله العظيم نحن نتعب، أنا وجهالي، والسقاية علينا بعيدة، ونسأب أنا وجهالي نتعب تعب، يعني حين يندولنا حين ما يندولناش. الحين الحمد لله إن إحنا يعني قعتلنا سقاية، ونحن عقدوا لنا أدعمونا بالسمات وبالحديد. الآن الخزان حقنا قريب البيوت حقنا، الآن نستغرق لمدة 5 دقائق، كنا نستغرق لمدة 2 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات، والآن جزاهم الله الخير على ما قدموا لنا واشكروا على هذا. والحمد لله نشكرهم ونشكر أهل المنظمة الذي يعني دعمتنا، جابت لنا السمات وجابت لنا بكل حاجة. نعمل على أمل بأن يرتوي الجميع ماء صحي عذب آمن، بأن ترتاح النسوة من معاناة جلب المياه من المناطق البعيدة.